السمبوسك بقى يا جماعة انا بفردها على صينية وعاملة شوط مخصوص للسمبوسك، ديت مخصوصة للسمبوسك طب انا لو ما عنديش كده، فوط يعني مخصوصة للسمبوسك اي اعمل فوط يعني، المهم فوط انا نظيفة بتاعت السمبوسك. نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. ده شغل فطاطرية ده، مش هتعملي كده شوية دقيق في الأرض نو وكده؟ نو نو، ده الدقيق ده مع الناس اللي بتطلع العجينة معاهم مش مظبوطة، قصدك ايه انما يعني؟ انا عجنتي بص عاملة ازاي، لا بتلزق ولا حاجة. السمبوسك بقى يا جماعة انا بفردها على صينية وعاملة شوط مخصوص للسمبوسك، ديت مخصوصة للسمبوسك طب انا لو ما بالقشر عنديش كده، فوط يعني مخصوصة للسمبوسك اي اعمل فوط يعني، المهم فوط انا نظيفة بتاعت السمبوسك. نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. ده شغل فطاطرية ده، مش هتعملي كده شوية دقيق في الأرض نو وكده؟ نو نو، ده الدقيق ده مع الناس اللي بتطلع العجينة معاهم مش مظبوطة، قصدك ايه انما يعني؟ انا عجنتي بص عاملة ازاي، لا بتلزق ولا حاجة. نخليها نقفل ونبقى فيها هوا، نقفل من على الحرف كده. طبعا اللي مش هيعرف بقى يقرص زي ما انا بضفر كده، يدفرها شوكة، ممكن يعملها بالعجلة المشرشرة ديت، اي حاجة. بتعملي بقى؟ بضفر العجينة كده، المهم ان احنا نقفل الحرف كويس. تمام، دلوقتي هقول لكم التركاية اللي هي ايه بالظبط مع التاني. فاحنا ايه، نفس الجنب اللي تحت بنخليه على الارض زي ما هو، وبنفرد مرة كده ومرة بالعكس كويس. بنشيل بقى، بنروح قلبين العجينة بحيث ان اللي تحت دي بتبقى طرية عشان تلزق في بعضها. يعني هي بتفرد على ناحيه وبعد كده تحشي على الناحيه التانيه. طبعا انا لو حطيت كميه الحشوه اللي انت حطها دي جوه البتاع هتتقطع مني دلوقتي حالا. لا ليه تتقطع؟ ليه؟ لو العجينة مظبوطة عمرها ما هتتقطع منك. ظبط بقى حنفي عشان تعملها لنا انت في رمضان. السمبوسك بقى يا جماعة انا بفردها على صينية وعاملة شوط مخصوص للسمبوسك، ديت مخصوصة للسمبوسك طب انا لو ما بالقشر عنديش كده، فوط يعني مخصوصة للسمبوسك اي اعمل فوط يعني، المهم فوط انا